مفلس فلس 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 وانا فيس وبحب اهلس طب هلس 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 الحياة عربية حلوة وبت برضو تبقى حلوة ولبس ماركة وسكة سلكة وحظي يكون بيضحك مش لو يبوزو بوزو 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 الحياة مش كاش وبس بس 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 حبة جد وحبة هس 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 الدنيا لو حلوة علل عملوا ليه فيها المخلل لما تفكر لما تحلل تلقى اللي بيرضوهم ما اللي يفوزوا البنت تحب الحنية حسب النية نية 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 عايزة دلع عايزة رومانسية سية 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 ساعة الجد احنا بمتراجع كنا قبل او كنا سناك كنت مامتك كنت اختك كنت كل شيء في الدنيا دي سية سية مش كشوي بس البنت تحب الحنية الحياة عربية حلوة وبت برضو تبقى حلوة ولبس ماركة وسكة سلكة وحظي يكون بيضحك مش لو يبوزو بوزو 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 من 30 سنة بعد ما شردت الأولاد اللي عندك في الصورة جدد فتحية مامتك سمسم جات معاها طفل يتيم مريض قالت لي الولد دوت عيان وهي مش لاقي حد يعالجه وطلبت مني إن أعالج الطفل ده أنا وافقت عدت الايام وكل يوم كنت بحب الطفل ده اكتر من اللي قبله زي ما يكون ابني بالظبط ابو يا ابني انت مش لاقي اليتيم الاخير ده مش عارف توصل له عارف ليه عشان انت انت اليتيم الاخير ده يا ابني سامحني انتوا بتهزروا معايا صح؟ بتهزروا معايا؟ صح يا شاهي؟ انت بتهزر معايا يا سمسم؟ انت عامل مقلب مع صبحي؟ علشان انا بقعد اقول لك يا ابن الدادة بس انا والله والله العظيم من هنا ورايح مش هقول لك يا ابن الدادة تاني بس انتوا يا اولاد اللذينة ازاي قدرتوا تقنعوا بابا طارق يقول الكلام ده عني أنا يتيم
خلاص بقى يا ابو ما تعملش في نفسك كده علشان خاطر. وبعدين انا عايزك تبص تبص الكوبايه المليانه. انت لقيت كل اليتيمه اللي موجودين في الصوره علشان انت اليتيم الاخير. وبعدين انا عايزك تبقى مبسوط لانك حققت الوصيه وهتاخد كل فلوسك. لا لا، فلوس ايه؟ هو مش هياخد حاجه بالفلوس، عشان ابنه دلوقتي مش هو الوريث الشرعي لطارق بيه. طيب عايزين ايه تاني بقى؟ حد عايز يغزه بسكينه في جنبه كمان؟ عمر الفلوس. لا 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 لا. ازيك يا اخويا؟ لقيته اليتيم الاخير؟ ده ماله في ايه؟ البو سي سمسم، جبت لك المسقعه بالبشاميل اللي مسقعت ايه بس؟ ده ماله ده كمان في ايه؟ ملوش في الطيب نصيب، ايش فاهمه هو؟ مش عارف ان المسقعه بالبشاميل دي لازم تتاكل وبسرعه، هاكم البشاميل ده لما بيقعد بيبوظ. جبت حاجه بقى نغمس المسقعه دي ولا ايه؟ ايوه طبعا، جايبه رز وجايبه عيش وجايبه كل حاجه في الشنطه دي. رز ايه وعيش ايه؟ هو ده وقته؟ اهم حاجه بقى البتنجان المخلل. طبعا جبته، موجود برضه في الشنطه. يا بطه، ابو طلع اليتيم الاخير. يا لهوي. ما لحقتوش. وقفل تليفونه. ابتديت احس ان الواد ده فعلا مبتلى. يا حبيبي يا ابو، طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هروح ادور عليه في الاماكن اللي بنتقابل فيها عموما. بصوا يا جماعه، موضوع ان ابو يتيم ده يا ريت يفضل ما بيننا، لبوسه لو شم خبر هينخور وهتحصل مشاكل. متيسره ان شاء الله. طب بالاذن انا بقى رايحه فين؟ حط المسقعه في التلاجة. المسقعه لازم تتحط في التلاجة، ما هي لازم تتسقع وتتاكل وهي ساقعه، امال اسمها مسقعه ليه؟ يلا يلا روح انت. طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ مش هتعملي حاجه، انت تاخدي الفلاشه دي. طارق باشا قبل ما يموت ساب لي الفلاشه دي، قال لي اديها لك بعد ما ابوه يعرف ان هو اليتيم الاخير. اتفرج عليه براحتك بقى. مستر طارق ساب لي انا فلاشه؟ ايوه ساب لي انا. الله، في ايه مالك؟ ايه الاوفر ده؟ دي فلاشه. يعني خلاص خلاص، يعني ابو ما طلعش ابن عمي. عارف ده معناه ايه يا زهزه؟ معناها ان لو غريب جه هيطلع عين اللي خلفوك. غريب مين اللي جه؟ هو مش المثل بيقول لك انا وابن عم على الغريب؟ وانت ما بقاش عندك ابن عم، فغريب هيجي هيلاقيك لوحدك انت فاهمني ولا هتضيعنا؟ غريب ايه يا تربش؟ ده معناه ان انا مرتضى النويري الوريث الشرعي الوحيد لطارق النويري. ده طبعا بعد ما تمديلي على التنازل. أوامرك يا مرتضى باشا. كوني فاكراني مش واخد بالي من إنك بتحبي الولد اللي اسمه سمسم. لا بالله عليك طلعه بره الموضوع، أقسم بالله ما ليه دعوة. يا ترى هيبقى شعوره إيه لما يعرف إن أنا اللي زرعتك في بيت عمي عشان توقعيه وتتجوزيه، وبعد كده ساعدتيني في إن أنا أعطل أبوه من تنفيذ الوصية؟ هو ده كان غصب عني. فعلاً؟ روح قولي الكلام ده بقى لل15 مريض اللي انت عملت عليهم تجارب لما كنت شغاله في شركه النويري للادويه وشوهتيهم. فاكر حصل لهم ايه يا زهزه؟ طبعا فاكر معاليك. قول. اللي طلع له ودان في قرطه. ايوه. واللي قفاه بقى تحت باطه. حصل. واللي طلع له خرمين في مناخيره. ما هم خرمين هم كده. وسعت مننا دي. طب نزود خرام ولا نخليهم في حته تانية؟ في الودان. بس الودان بس اسكت. كل التجارب دي كانت على مسؤوليتك انت. يعني هتلعبي بديلك؟ هطلع التقارير اللي انت ماضي عليها وحبسك. التقارير معانا في خزنه شركه النويري للادويه. ايوه. اللي الباسورد بتاعها 2-5. ايه اللي انت بتقوله ده يا بني ادم؟ ايه؟ ما تروح تجيب لها التقارير احسن. استنى لو رحت وجبتها لها كده الخطه الشريره هتبوظ. اسكت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسكت. اول لما التركه تتوزع هتتنازلي عن نصيبك ليا، وبكده ابقى انا المالك الوحيد لشركة عمي وقفلها. مفهوم؟ تحت أمرك يا مرتضى باشا.
السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت في حد في المنطقة هنا مليان شوية كده واسمه إبو إبراهيم. لا والله ما أعرفوش. طب معلش هسألك السؤال بصيغة تانية. اتفضل. في حد نطع وقليل الذوق بيقول أنا مبتلى من غير أي سبب وبيتعامل مع كل الناس على إن هم شغالين عنده؟ قول كده حضرتك. بص حضرتك حضرتك هتمشي على طول. ايوه على طول. تمام. هتخش اول يمين في تاني شمال. طيب تمام. هتلاقيه هناك. متاكد؟ متاكد. يعني لما بيسمع حاجه مش على مزاجه بيقول الشيء. هو ده. هو ده. هو ده يا باشا. الحمد لله. متشكر يا فندم. العفو. متشكر. العفو يا باشا. العفو يا باشا. انزلي يا ابله تعالي. انزلي تعالي. هاتي 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 فانوس غيره بقى معلش. الله يخرب بيتك، انت متخلف، لبستني فرصيف. طب انت بتثقي في كلام واحد زي اللي انا مش فاهم، مش عندك سنسور في العربيه؟ ناس متخلفه. تنك علينا عشان ربنا مديكوا واحنا ناس غلابه. الله يسامحك يا ست. بقول لك يا ريس، مفتاح المرسيدس. مرسيدس ايه؟ الفضي؟ بتاعتك؟ امال اسرقها يعني؟ اكيد بتاعتي. احلف. والله العظيم. سيد إبو، كنت متأكد إني هلاقيك هنا. اسم جملة كليشيه دي، أنا أول مرة يا ابني أجي هنا. هو بيبقى كده يعني، بيبقى صاحبه بعيد عنه فبيروح أي مكان يقول الجملة بس دي. بس اقعد ساكت، اقعد ساكت. اللي جابك يا ابن الناس؟ عارف عارف. أنت جاي طبعاً علشان تكسرني، علشان تبقى راكب عربيتك وأقول لك ارجع يا بيه. تعالى يا بيه، والبيه في اخر المشهد انزل ارمي لي ورقه بنك نوت في وشي. عارف ايه يا ابو؟ انت اهبل يا ابني، انت بتشتغل سايس؟ ايه الافواره اللي انت فيها دي؟ عشان اكفي نفسي يا ابن الناس بعد ما بقيت فقير، اللي ما يعرفش يعني ايه فوطه زفره وكاوتشه نظيفه وعجله ورا يا اسطى ما يستحقش يعيش في الزمان ده. ابو حبيبي سيبك من اداء احمد عبد العزيز ده خالص، واستهدى بالله ويلا تعالى معايا. يلا. هاجي معاك ليه؟ وارجع لمين؟ ما كل حاجة راحت، الشركة والفلوس يا ابن الناس. طب وشاهي؟ هي ما جاتش ليه معاك المعفنة دي أصلا؟ علشان قاعدة المرتضى في الشركة يا ابو، عشان لو مرتضى عرف إن أنت مش ابن بابا طارق هتبقى مصيبة وهيبوظ لنا كل اللي عملناه. تعالى معايا بقى يا أخي واقلع الهبل اللي أنت عامله ده. إذا كان على الفلوس أنا جايب لك خبر لذيذ كده. يلا، أنت اسمك إيه؟ ابراهيم النواري؟ نويري. طب يا ابراهيم انا هدي لك نص الفلوس اللي هورثها. يلا خلاص. سنسو انت شايف احنا ايه النقطه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي؟ أيوة. انت وغبان انت بتعرض عليا انا نص الفلوس. زمن قذر. انت مش هتجب عليا يا سنسو. انا خلاص بدأت كاريري، الشارع ده حبيني وأنا حبيته، خلاص كلها كام يوم وأبقى أشهر سايس في الشارع ده. يا ابني أنت إزاي بتتنك دلوقتي؟ ده حتى مش لاقي على الفوطة الصفرا والفسفوري اللي أنت لابسه. لا هي وصلت لأن بتتريق على لبسي كمان بتعايرني؟ لا عادي. بقول لك إيه يا ريس؟ مفاتيح العربية المرسيدس بتاعتي فين؟ المرسيدس الفضي؟ هي فين؟ أنا مش شايفها موجودة. أهي العربية أهي. دي بيضة. ما هجربت أصلها من الشمس. اتجربت. طيب امسك، انت واقف طول النهار في الشمس. الله يخليك. ايه ده سمسم؟ ايه؟ الراجل ده اداني ورقة مكتوب عليها 5. ربنا يوسع عليك. ده ايه ده؟ ايه دي فلوس؟ مكتوب عليها البنك المركزي اهو، فلوس. ايه ده في فلوس بالشكل؟ هو في ورقة أقل من ال 200؟ لا دي بتشتري بيها أرواح من الكشك، بتجيب حاجة، دي ممكن تجيب بيها حاجة، كرمشها وروح لعمه كده. يلا. وبابا طارق ساب لك كام؟ 160,000، هديك نصهم بقى. ايه ده شاهي؟ مالك؟ شاهي بتعيطي ليه؟ شاهي؟ كل ده عشان انا سبتك؟ طب خلاص ما تقلقيش، اديني رجعت لك. اديني بين ايديكي. كفايه دموع بقى، مش عارف اشوف عينيكي، وقولي لهم مش ما كفايه تلزيق بقى يا عم الحساس. تعيطي ليه طيب؟
بس بس شاهي 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 لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي خلاص كفايه. مش كل خمس دقايق نقعد نشوف الفيديو بتاع بابا طارق وبيقول ابو يتيم ونعيط كلنا ايه لازمتها؟ ده مش الشريط بتاع ابو، ده الشريط بتاعي انا. ايه ده، وكل واحد فيكم لكم شريط؟ بقى ليكي شريط؟ وانا فين الشريط بتاعي؟ مالكش. ازيك يا شاهي؟ انت لو بتشوف الفيديو ده دلوقتي يبقى انت تاكدتي خلاص ان ابو هو اليتيم الاخير، يعني مش ابني. وتليكي محتارة دلوقتي يا ترى ايه هو مصير الشركة. قبل ما ابني اول مصنع ليا يا شاهي كنت انسان مستهتر زي ابو بالظبط، كمان كنت متجوز. من كتر اهتمامي بالشغل والمصنع مراتي سابتني وسافرت، معرفتش عنها حاجة لمدة 25 سنة. بعد 25 سنة دي رجعت قبل ما تموت بشوية واعترفت لي انها لما سابتني كانت حامل، حامل في بنت زي القمر، وجابت لي البنت دي وفضلت معايا ومسكتها المصنع مع انها كانت حماره ما تعرفش الالف من كوز الدره. انت بنتي يا شاه، انت بنتي الوحيده والوريث الشرعي لشركات النويري. سامحيني يا حبيبتي، جايز ما كنتش اب مثالي بالنسبه لك، بس على العموم انا سابك دلوقتي ومعاكي اب وسمسم ومطمن عليكي وصديقه. سامحيني. الموضوع ليه قلب مسلسل مكسيكي كده في الاخر؟ استاذه شاهي بنت بابا طارق. سمسم انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان بابا طارق كان بيعط. معناه ان انا بحب اختي. أنا بحب أختي يا سمسم. يا رب يا الله يا الله على العلاقة المحرمة دي. يا حبيبي بالراحة. ده إيه ده؟ ده العشق الممنوع ده ولا إيه؟ إيه يا أستاذة شاهي؟ أخته إيه ما تشوفي الهبل ده؟ انتوا الاصول ما تلمسينيش، تحرمي عليا دنيا ودين. لا لا مش ممكن، يعني مش اخوات بس ما شاء الله الغباء نفس القطعيه. يا ابني هي مش طلعت بنت بابا طارق؟ يا حبيبي ما هو بابا طارق مش باباك كمان، يعني اخوات مش شقق. هتفرق فيه يا ابني؟ انتوا مش قرايب اصلا، ما انت مش هتورث. طب واحدة واحدة يا سمسم، لعل وعسى تطلع مش اختي ونفضل لبعض. يا رب يا اخويا انا اكره. دلوقتي دلوقتي مش هي طلعت بنت بابا طارق؟ صح. انا بقى ما ورثتش من بابا طارق. بابا طارق انت كنت عايش معانا في الفيلا. ايوه. وبابا طارق مش باباك بس بتقول لي يا بابا طارق. بابا بقول له بابا طارق. يبقى انا كنت بحب اختي. يا الحرمانية، يا نهار ابيض ده وكده. يا ابني انت نسيت ان انت يتيم؟ انت يتيم، كنت يتيم ومريض. انت ما انت اخر اوحش امرض يتيم فيهم كلهم، نسيت؟ معلش بس ثانيه واحده، هو قال انه بيحبني. يا الله على التلزيق. يا الله ليه ده احنا مخلوقين على الفطره السليمه. من النهارده الشركه دي بتاعتي انا، مرتضى النويري الوريث الشرعي والوحيد لعمي طارق بيه النويري. ده رأي البوس. هو انت يا ابني ما بتزهقش من كتر ما بديك على قفاك؟ خد عندك بقى القفا الجديد. انت مش الوريث الشرعي لطارق النويري، لان شاهي طلعت بنت طارق النويري وهي الوريث الشرعي والوحيد لبابا طارق. يا ترى معاك اوراق تثبت الكلام ده يا متر؟ فوق فوق واسحب كلامك، الورق كله موجود لو حبيت تطلع عليه اخليك تطلع عليه. بالله واشرب ميتها، لان بطه مرات عمي المرحوم هتتنازل لي بالكامل عن حصتها في الميراث، مش كده ولا ايه يا بطه؟ بطة؟ اللي انت ما تعرفوش بقى يا سمسم ان حبيبة القلب كانت شغالة معانا طول الفترة اللي فاتت، وانا اللي زقيتها على عمي عشان تضحك عليه وتتجوزه، وكانت بتجيب لي كل اسراركم.
الكلام ده صحيح يا بطة؟ أيوة صحيح يا سمسم، بس والله العظيم كان غصب عني، والله العظيم هو ماسك عليا زلة لو دراعي، والله العظيم أنا ما كان قصدي أذيكوا، والله العظيم يا سمسم أنا حبيتك، والله العظيم حبيتك، ما كانش قصدي أي حاجة، عشان كده أنا مش هتنازل، مش همضي على التنازل ده حتى لو هتدخلني السجن. وانا مش هسيبك تدخل السجن يا بطة، انا هدخل السجن مكانك. وانا مش هسيبك ما تسيبهاش تدخل السجن، انا هدخل السجن مكان بطة. وانا مش هسيبك ما تسيبوش ما يسيبهاش تدخل السجن. لا انا اللي مش هسيبكوا تهبلوا الهبل اللي انتوا بتقولوا. ايه 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 تذكرة السينما كل واحد عمال بالقفل التاني؟ يعني ايه هنسيب بطة تدخل السجن؟ ما حدش هيخش السجن. خصوم البطة مع شركة النوير للأدوية، يعني معايا أنا وأنا اللي أقرر. بص يا البوسة، عمك الله يرحمه كان عارف إن أنت البوسة، وعارف كويس قوي إن أنت في موقف زي كده كان لازم تيجي وتضرب أسفين يفركش القعدة الحلوة دي. أحب أقول لك على سر كبير قوي بقى أنا اللي كنت حاضره. أبوك الله يرحمه في آخر أيامه كان مزنوق حبتين، أم باع نصيبه في شركة الأدوية لعمك. عمك الله يرحمه بقى النصيب ده كتبه لابوه، ولعلمك الكلام ده كله كان سري انا بس اللي كنت عارفه وانا اللي كنت حاضره، ووصاني ان انا ما اقولش لاي مخلوق. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي بقيت بتشتغل عندنا. زهزه الحقني. لا لا يا مرتضى بيه، انا مش هسيبك تسيبني ما سيبكش تقع، وهسيبك تقع لانك سوحتنا. الحمد لله يا ابو، انا كنت خايفه قوي ابقى اغلى منك واضطر اصرف عليك، كنت ساعتها عايرك كل يوم. شهيطاز بعد اذنك بقى يا متر صبحي، ابوس دماغك لو معاك اي فلاشات فيديوهات مسابقات مفاجآت طلعها لنا دلوقتي الله يكرمك، علشان احنا مش هنستحمل اي حركات تانية. انا عارف الضحكه دي. والله العظيم في مصيبه. كويس لما بيرفع صوته كده بيبقى اهو قول صراحه ربنا بقى. طارق باشا الله يرحمه كان سايب لكم الفلاشه دي يا غلبي. يعني هو فين محمد؟ محمد فضل. معقولة يا جماعة؟ أنا مش مصدق نفسي. معقولة مستر طارق ذكرني في الوصية؟ لا ده كده كتير، أنا مش هقوله يا مستر طارق، أنا هقوله يا بابا. طبعا هقوله يا بابا. معقولة ده كتير عليا؟ ده مش أنتوا مصر طلعتوا مجانين؟ ده هو كمان طلع مجنون. يا حبيبي يا محمد نتفرج؟ يا ريت أرجوك. إزيك يا محمد يا ابني؟ أكيد أنت لو بتتفرج على الفيديو ده يبقى لسه شغال في الشركة. شوف أنا عارفك كويس وبحبك، بس هو المشكلة إن إبو وسمسم وشاهي ولاد ناس متربيين مش عارفين يقولوا لك إن أنت مرفوض. أنا بقى ببلغك من هنا، أنت مرفوض. يا الله الله يرحمه الله يرحمه، كان فهمنا. سبحانك يا رب، جت من عند ربنا. أي والله بصراحة يا جماعة أنا ما كنتش عارف أجيبها لكم إزاي. أنا امبارح جالي جواب من الأمم المتحدة بيقول ان انا بقيت موظف هناك وعايش هناك وفي جنيف انا وماما وكل العيله واخد باليورو. انا بجد بجد ما كنتش عارفه اقول لكم ازاي عشان ما اجرحش مشاعركم. عارف قد ايه انتوا بتحبوني ومتعلقين بوجودي، بس معلش اليورو بيناديني. عايش في اوروبا. بجد انا متشكر ليكم قوي يا مستر ابو، متشكر ليكم كلكم. انا فرحان بيكم يا شركه. شكرا يا شركه. محمد طول لك بقى ابن حلال محمد، استاهل كل خير كده. الوصية انتهت ولا انتهت؟ لا الوصية لسه ما انتهتش، مش لسه في يتيم أخير؟ واليتيم الأخير ليه طلب. بقول لك انا هعمل تعديلات في الجناح اللي هنعيش فيه فوق، انا هعمله قرمزي غامق، انا القرمزي بيغسلني من جواه. قرمزك ايه؟
انا هعمله جنجالي لا. اسمها ايه؟ جنجالي لا. ايه جنجالي لا ده؟ دي دعوه واحد هندي. جنجالي لا ايه اللي بتقوليه ده؟ مش حاجه اسمها كده. جبت لك سندوتشات جبنه رومي بالفلفل الاسود اللي انت بتموتي فيها. لا انا مش جعانه، انا عايزه اتزحلق. بيقولوا لي الزحاليق دي للعيال الصغيره بس. مين الجبان اللي قال الكلمه دي؟ لا انا لازم ازحلقك. طيب بعد ما ناكل والدنيا تهدى كده اروح اتزحلق انا وانت. لا بس انا مش مصدق. معقول يا ابو انت اتغيرت بجد وبقيت بتعمل حاجات انت كلب عامله انسانيات؟ انت كلبه اتغيرتي؟ لا ايدك والقميص يا حيوان، وكمان بتدلعني وتقولي كلام حلو. اي يا مجرم. يلا قلبي يلا. يلا يا مجرم. الله ايه ده؟ خلاص عادي بقى. حلوه ما هيتساوت بقى. خلاص كسره. بس انت ايه اللي خلاك تختار المكان ده بالذات يا ابو عشان تعمل فيه دار الايتام؟ مكان ممكن تختار اي مكان تاني. انا ما لقيت بقى ان المكان كبير قوي على يتيم واحد، اقل ساعة من الاطفال كتيره، وبالتالي بابا طارق لو كان عايش ما كان عمل كده. بغض النظر عن افكار ابو الخيريه دي هتخليني انا اترمي في الشارع لان ده كان بيتي اصلا، بس انا مبسوط انا وبطه هنتصرف. الله يبارك عليك يلا، وانا اخوات يلا، ده احنا اخوات. لا يا راجل. الله اعمل حسابي انا طبعا. إيه؟ انا عامل لكم عيشه فوق السطوح كده بغطيها بمشمع وبتاع علشان لو الدنيا مطرت. يا حبيبي حاطط لك طبق لبن بقى عشان لو عايز تفطر. شوف عارف ذوقي ازاي. ايوه. اه طيب كده متهيألي بقى بتنفيذكم لطلب اخر يتيم يبقى الوصيه اتنفذت وامضي لكم بمنتهى الاريحيه. متيسره اهي. الحمد لله الحمد لله. ابراهيم النوي. لا 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 ما تمضيش الا باسمك الحقيقي. شو السيه بتقول ايه؟ اسمك الحقيقي بخباخ الحنيه وزير. حك على ايه؟ انا مش عارف اضحك عادي بضحك بخباخ كده بضحك. ما تستقبلش يلا ولا ما تستغربش. ما تحلوش بقى ده ايه؟ يا بخباخ ده قلبي. بخباخ الحنيه وزير. يا جدعان ما تهبلوش. بخباخ الحنيه ايه؟ بخباخ ده مثل شعبي، ده زي بصله المحب خروف كده. يا حلو. مش هنهبل يعني. طب ابراهيم كنا بنقول له يا ابو دلوقتي ادلعك ازاي؟ اقول لك بخبو بخبو مش بخبو ده بخبو ده حد ده. ما تستهبلش. طب بخبو ايه؟ مش حلو والله. طلعتوني على المسرح خلاص يعني؟ والله العظيم ما نضل. اللي كان حلمي حلمي أكون جنبك ونعيش زمان. طيب طيب خلاص قولها، قولي بقيت مني وأنا مش هغيب عنك، ما تغيبش يوم عني. ولسه كلام
طبعا انتوا مستنيين تتفرجوا على اعلان كومباوند عشان تشتروا فيلا 500 متر. هتعملوا بيها ايه؟ ما كلنا هنموت وهي مترين في متر. ولا مستني تشوف اعلان شركه محمول؟ ما انت هتبقى محمول، ويا عالم مين هيشيل مين؟ كله رايح، كله رايح. لو عم ضياء مرر لك عيشتك حليها بواحده ابو سقسق ابو في الشاي يا حلو كل اللي جاي. كل الفار بيلعب في ابو، طمنه بواحده ابو. لو عم ضياء احبطك ابو هيظبطك. فاطمة واحدة منه خلانا ارقص واغني، مش هو اللي دخلني ما كبر ليش في خادي يا ناس طابو مش عادي. ابو مش بسكوتة، ابو ده حدوتة بحب ابوك منه. فاطمة واحدة منه خلانا ارقص واغني، مش هو اللي دخلني ما كبر. ايه القرف ده؟ مش معقول يا جماعة، مش معقول كده. دي تاسع مرة نعيد بسببكم. مش قد القناع عليه وتقول لي انا راجل شريف واجيب واحد تاني يعملها مكانك. جرايه البوسه، عمال تعمل لي كده بترقص لي زي اللي بوسه، في ايه؟ هو انت ايه ما بتعرفش تعمل حاجه من دماغك؟ لازم انا اللي بشيك؟ يا زمن خلي واحد وضيع حقير زيك يكلمني انا بالاسلوب ده. نسيت؟ نسيت لما لميتك من الشارع عريان وحافي وخليتك زهزه بيه؟ نسيت؟ حقير. اطلع بره، برا. ماشي. يا زمن زليت النفوس وسيحت اللبوس. خدتش بالك عامل قول ظريف انسانيا جدا؟ خدتش بالك عبيط جدع بقى؟ عارف المركز لا هو هيجي دلوقتي يعني مش هيستنى تتزاع. بس شايفني مش لو ابن روسيا رابعة عايشة روسيا. الحياة مش كاش وبس، حتى جد وحتى هس. افرض يا البوسة لو حلوة علم عملوا لي فيها المخلل. الوصية غالية عليا للقلب بيرمو. ممكن الفيديو يصور لحظة دي؟ يا عم اتحمنا اخر يوم
شكرا يا استاذ فركس. البنت تحب الحنيه الحياه عربيه سمركه سكه سالكه وحظي كله رايح.